حلقة النهاردة 860 فيها موضوعات كثيرة، لكن خلونا نقف عند أبرز ما فيها من عناوين. عاشور مش خلصنا بقى. الهدف 50 والنهائي 55. غدا القرعة والمثالية للأهلي إيه؟ مين بيلعب مع مين؟ مش عارف. أكتوبر والأهلي على خط النار. المو وتوصية طبيب نفساني. الشحات والنصيحة واجبة. ما هو لو بجد نشوف المفرخة. وأخيرا الكبار الوهمية والصورة الذهنية. ده محتوى حلقة النهاردة، محتوى ثري ومتنوع ومهم جدا في كتير من القضايا المهمة، عشان كده هنقف فيها بالتحليل والمتابعة مع الصديقين العزيزين عصام شلتوت ومحمود صبري، وأيضا هيكون لينا مداخلة مهمة من المغرب على نيل المغرب شرف تنظيم كأس العالم. الحقيقة المنطقة العربية ما شاء الله قرعتها جت في المونديال مرة واحدة. بعد التنظيم المبهر من قطر لكأس العالم الأخيرة، لقينا ما شاء الله المغرب بتنال في ملف مشترك مع البرتغال وأسبانيا شرف تنظيم كأس العالم 2030، لكن كمان السعودية بتعلن تقدمها بملف طلب ترشيح أو تنظيم 2034 عشان تكون منطقتنا العربية منطقة مونديالية ما شاء الله.